السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم مع حل تدريبات الكتاب المدرسي درس الضرب المتكرر. السؤال الأول بيقول لي أوجد قيمة ما يلي: -7 أس 2. طبعا إحنا عارفين الأساس إذا كان سالب والأس زوجي فالناتج بيكون عدد موجب. -7 أس 2 يعني بتساوي -7 في -7 تساوي -7 في -7 بموجب تساوي 49. طيب -5 أس 2 الأساس عدد سالب والأس عدد زوجي، إذا الناتج عدد موجب، يعني دي بتساوي 5 في 5 تساوي 25 في 2 أس 2 بـ4، الـ4 في 25 تساوي 100. طيب -2 أس 4 الأساس عدد سالب والأس عدد زوجي، إذا الناتج عدد موجب. -2 أس 4 يعني الاتنين مضروبة في نفسها 4 مرات يا ولاد، يعني 2 في 2 في 2 في 2، الـ2 في 2 بـ4، في 2 بـ8، في 2 بـ16، يبقى 16 زائد -3 أس 3. الأساس عدد سالب والأس عدد فردي، إذا الناتج عدد سالب. طيب -3 أس 3 يعني التلاتة مضروبة في نفسها 3 مرات، 3 في 3 بـ9، 9 في 3 بـ27، يبقى +7 سالب 27. عدد موجب زائد عدد سالب أطرحهم من بعض، أقول 7 ناقص 6 يساوي 1، 2 ناقص 1 يساوي 1، وأحط الشرط الكبير سالب يبقى -11. طيب رقم د بيقول لي -1 أس 100 الأساس عدد سالب والأس عدد زوجي، إذا الناتج عدد موجب. يعني -1 دي مضروبة في نفسها 100 مرة، الـ1 في 1 في 1 في 1 100 مرة، 1000 مرة بـ1، زائد -1 أس 101، 101 ده إيه؟ أس فردي، عدد فردي، والأساس عدد سالب. إذا كان الأساس عدد سالب والأس فردي فالناتج عدد سالب. -1 أس 101 تساوي 1، 1 زائد -1 يساوي 0. طيب -3 أس 4 يعني الأساس عدد سالب والأس عدد فردي، إذا الناتج عدد سالب. 4 أس 3 يعني 4 مضروبة في نفسها 3 مرات يا ولاد، الـ4 في 4 بـ16، 16 في 4 بـ64، يبقى -64 في -1 أس 5 الأساس عدد سالب والأس عدد فردي، إذا الناتج عدد سالب. -1 أس 5 يعني -1 مضروبة في نفسها 5 مرات بتساوي 1، بقت -64 في -1، -7 بموجب الـ64 في 1 بـ64، يبقى بتساوي موجب 64. طيب 2 أس 3 يعني الاتنين دي مضروبة في نفسها 3 مرات يا ولاد، 2 في 2 في 2، الـ2 في 2 بـ4، في 2 بـ8، وأنزل بالزائد 2 أس 4، الاتنين مضروبة في نفسها 4 مرات، 2 في 2 في 2 في 2، الـ2 في 2 بـ4، والـ2 في 2 بـ4، طب الـ4 في 4 بـ16، بقت 8 زائد 16 تساوي 24. خلاص حبيبي؟ طيب السؤال التاني بيقول لي أوجد ناتج ما يلي: 3 أس 7 على 3 أس 4 الأساس 1 متشابه، في الضرب بجمع الأسس. طيب في القسمة بطرح الأسس، يبقى هقول بتساوي 3 أس 7 ناقص 4 تساوي 3 أس 3. 3 أس 3 بكام؟ 3 في 3 في 3، 3 في 3 بـ9 في 3 بـ27، يبقى بتساوي 27. طيب المسألة اللي بعدها -6 أس 5، -6 أس 5 على -6 أس 3 الأساس متشابه، يبقى هقول إيه؟ هقول تساوي -6 أس 5 ناقص 3 تساوي إيه؟ تساوي -6 أس 2. نخلي بالنا الأساس عدد سالب لكن الأس عدد زوجي، إذا الناتج موجب. -6 في -6، -6 في -6 بموجب 6 في 6 بـ36، الناتج 36. طيب
سالب 5 أس 5 على 5 أس 3. هطلع السالب دي يا ولاد بره كده اهو، هقول سالب 5 أس 5 على 5 أس 3 هي هيها بالظبط. دي هتدي ناتج عدد سالب، الأساس عدد سالب والأس فردي، إذا الناتج عدد سالب. لو فكتها، لو ضربتها في بعضها 5 مرات هتبقى عدد سالب الناتج. طيب كده يا ولاد الأساس بقى متشابه أهو، أهو هقول إيه بتساوي سالب ها 5 أس إيه؟ أس 5 ناقص 3 تساوي إيه؟ تساوي سالب زي ما هي 5، 5 ناقص 3 2، يعني بتساوي سالب 5 أس 2 تساوي ها 5 أس 2 ب 25، والسالب بره كده أهو يبقى بتساوي سالب 25. السؤال الثالث بيقول لي رتب القوى التالية ترتيبا تصاعديا: سالب 5 أس 2، سالب 3 أس 2، سالب 4 أس 0، سالب 1 أس 15، 3 أس 2. يلا نشوف كل قوة من دول بتساوي كام. سالب 2 أس 5 الأساس عدد سالب والأس عدد فردي، إذا الناتج عدد سالب. طيب الاتنين مضروبة في نفسها 5 مرات، 2 في 2 في 2 في 2 في 2، الاتنين في 2 بأربعة، والاتنين في 2 بأربعة. طب الأربعة في 4 ب16، 16 في 2 ب32، يبقى دي بتساوي 32. سالب 2 أس 5 تساوي سالب 32. طيب هنا سالب 3 أس 2، هنا بقى يا ولاد ما ينفعش أقول الأساس سالب والأس زوجي إذا الناتج موجب. ليه؟ لأن دي مش داخل قوس. لو دي داخل قوس كده أهو هقول الكلام ده، لكن الأس مربع على الثلاثة فقط، لكن السالب زي ما هي. يعني دي بتساوي إيه؟ دي بتساوي سالب 3 أس 2. بتساوي إيه؟ 3 أس 2 يعني 3 في 3 ب9، والسالب تحتها كده أهو جنبها، يبقى بتساوي سالب 9. خلاص يا ولاد؟ لما يقول لي سالب 2 أس 2 بتساوي إيه؟ بتساوي سالب 2 في 2. ها تساوي سالب 4. طيب لما يقول لي سالب 2 أس 2 دي بتساوي إيه؟ بتساوي سالب 2 في سالب 2 تساوي سالب في سالب بموجب، و2 في 2 ب4. ماشي يا سنة ستة؟ طيب نمسح الحتة دي. ها قلنا دي بتساوي سالب 9. طيب سالب 4 أس 0، أي عدد أس 0 بيساوي 1. سالب 1 أس 15 الأساس سالب داخل القوس اهو، السالب مش بره، والأس عدد فردي، إذا الناتج عدد سالب هو هو سالب 1. 3 أس 2 يعني 3 في 3 تساوي 9. كده أقدر أرتب بقى أصغر عدد في دول إيه يا ولاد؟ عندي سالب 32، سالب 9، 1، ها سالب 1، 9. أصغر عدد في دول إيه؟ طبعًا أصغر عدد في دول سالب 32. يبقى ده أصغر عدد سالب 32 اللي هو سالب 2 أس 5. طيب اللي أصغر منه بشوية إيه؟ سالب 9. يبقى أقول له سالب 9. اللي أصغر من سالب 9 إيه؟ اللي أكبر من سالب 9 إيه؟ سالب 1. يعني ده سالب 32 ده أصغر عدد، اللي أكبر منه بشوية سالب 9، اللي أكبر من سالب 9 سالب 1. طب اللي أكبر من سالب 1 ده سالب 1 أس إيه؟ أس 15. أه سالب 9 ده اللي هو إيه؟ اللي هو سالب 3 أس 2. سالب 3 أس 2 اللي هو سالب 9، وبعدين سالب 1 اللي هو إيه؟ سالب 1 أس 15. طيب اللي أكبر من سالب 1 إيه؟ الواحد، الواحد ده اللي هو إيه؟ سالب 4 أس 0. أكبر عدد اللي هو إيه؟ الموجب 9 اللي هو 3 أس 2. خلاص حبايبي؟